احنا 3 بنات، اختي دي هي الوسطانية، اختي الكبيرة متجوزة في القاهرة عايشة بجوزها وولادها، وانا بشتغل ومعايا بيتي وعيالي. هي اللي كانت قاعدة في البيت، هي اللي كانت بتخدم ابوها واخواتها، هي اللي كانت شايلة البيت، بتصرف على البيت وبتساعد معاهم، تطلع وتروح. امي تعبانة عندها السكر والضغط، محدش غيرها كان بيوديها. ادي صورة اختي، ذنبها ايه تموت؟ ايه اللي موتها؟ شوفوا صورتها، عايزة كل الناس تشوف صورتها. شوف يا زيزي، شوف صورة اختي، مش هعتبرها بنتك، هاتلي بقى حقها. ماتت ليه؟ ماتت غدر، ماتت بطعنة واحدة، موتها بطعنة واحدة، ليه يعمل فيها كده؟ ادي الصورة، عايزة الناس كلها تشوفها. ما كانش رايح يسرق ولا يعمل اي حاجة، حاجتها ما كانش لابسة دهب كتير، ما كانش لابسة غير حلق وخاتم والساعة، دهبها الباقي هنا في البيت، والصيدلية ما فيهاش حاجة مسروقة. الدكتور اللي فيها قال كل حاجة فيها، الفلوس موجودة زي ما هي، والصيدلية دي ما بتبيعش مخدرات، يعني ولا هو مدمن ولا رايح يشتري برشام مخدر، ده دكتور صيدلي. هاتوا لنا حق بنتنا، أختي أنا عايزة حقها. شوفوا إيه اللي بيحصل، إيه اللي بيحصل في البلد، إيه اللي جرالنا يا ناس؟ أختي تموت ليه بطعنة واحدة؟ طعنة موتتها بزورها، عارف إن المكان ده بيموت، رايح يغدر بيها ويموتها. رايح يغدر لصيدليات المسيحيين بس، الصفرة بيها وحديها، كانت قاعدة وحديها، محدش معاها، محدش حماها. ضعنا واحدة موادتها، رحنا لقينا أختي بجثها قاعدة. إيه عملت؟ شابة ما تهنتش بالدنيا. شايفة مين المسؤول يا ماما؟ الأمن. الأمن هو اللي جاب حق أختي، هو المسؤول. الإخوان كتروا في البلد، وده كذا مرة كذا مظاهرة، قريب العمدة ده. قريب اللي في السجن محمد العمدة، خاله ولا عمه ما اعرفش قالوا ايه. وده دكتور صيدلي، زي واخد دكتور صيدلي كده، زي شهادة، واخد شهادة صيدلة، واخد شهادة دكتور ويموت الناس. مفيش رحمة. ذنبها ايه امها واخواتها تتقتل؟ شوف امها عاملة ايه، منظرها ايه عليها، شايلة التراب والطين كله. هنجيبها من فين تاني؟ اختي تموت ليه؟ ذنبها ايه؟ عملت ايه؟ غلبانة راحة من البيت للشغل، من الشغل للبيت وتخدم فينا. عملت ايه بس عشان تموت؟ اللي حصل اللي حصل، واحد اتصل بيه بالتليفون قال لي بنتك متعورة في المستشفى، فروحت المستشفى لقيتها متوفية، فالناس قالوا لي شهود عيان، قالوا لي دي مضروبة في سكينة، واللي دخل ركب عربية ومشى في خلال دقيقتين ما تمش. نفسية؟ لا مش متخلف عقليا، ده كامل عقليته، لاني راكب عربية فخمة. وبعد ما حصلت الحادثة اخذ العربية في طريق زراعي اسمها خريط، اكتر من 70 كيلو مشى بيها. هو في البداية جانا تلفون حوالي الساعة 6:30 المغرب، فقالوا ان بنتكم متعورة وكده في المستشفى، فطلعنا على المستشفى لقينا الشهيدة ان هي توفت، وقالوا ان هي مقتولة بسكينة في الحتة دي بالظبط كده، ان هم في خلال ساعتين كانوا جابوا الكاني عليها والمتهم. وبعد كده بنسأل عليه لقينا ان هو منتمي لعيلة اخوانية، هو ابن عم ابوه اللي هو محمد العمدة اللي كان عضو مجلس الشعب سابقا، وليه كذا واحد في عيلته في السجن بتهم مختلفة يعني في السياسة وكده. وبعد كده بنسأل عليه، اضطروا بيقولوا هم ان هو مختل او في مرض عقلي، عنده. فبنسأل عليه لقينا ان هو دكتور صيدلي وشغال مندوب ادوية لشركة كبيرة، وطبعا الشركة الكبيرة دي ما بتاخدش اي حد، بتاخد الناس اللي هي بيتم عليها فحوصات كبيرة وبتكون مؤهلة ان هي تبقى في الموقع ده يعني. واحنا يعني عايزين نشوف ايه يعني ان هو الجنان ده ما بيطلعش الا على المسيحيين بس او صيدلات المسيحيين نفس الوقت. وبنناشد برضو القضاء العادل بتاع مصر ان هو يعجل في المحاكمه بتاعته ويشوف الموضوع ايه، لان احنا مش كل ما تحصل جريمه يقولوا في حاجه في دماغك.